حبايب قلبي عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. كل بيشوف الفيديو ده يعمل لايك، واي حد مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان الفتره الجايه في شغل جامد جدا 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 جدا. حلوه الدخله دي ولا عيدها تاني؟ ست الدخله هاديه كده. ايه يا عايز كل بيشوف الفيديو ده يعمل لايك، كمل الفيديو للاخر ويعمل شير ليه لاصحابه عشان الفتره الجايه في شغل جامد جدا. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك بس. والله انا مش طماع، 10000 لايك بس. ايه 15 10 السؤال الاول هناخد فيه 2 من 5، السؤال الثاني ناخد فيه 3 من 5، السؤال الرابع ناخد فيه 5 من 5، انا بحب الخمسة، حط 5. السؤال الرابع ده ما عملتوش. ممكن ناخد درجتين جدعان، درجتين رقف عادي، درجتين رقف، درجتين من 5 فاهم، حلوين يعني، خير خير بجد. متفائل فاهم، مش لازم نحسب تاني وكفايه يا حبيبي. مش معترض والله، بس انا عايز اتكلم على حاجه، نقطه واحده بس شغل دماغي في كل اللي انت قلته ده بجانب حساباتك الخزعبليه اللي انت بتحسبها دي. هو ايه وزاره التربيه والتعليم تدينا 2 درجتين رقفه دي؟ هي وزاره التربيه والتعليم بتجيب لي يعني؟ جبت منين درجتين الرقفه دول؟ ها خلاص 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 فكك، انت عيل محبط، ما عندكش امل كده وتفاؤل في الحياه زي مهم. طب عملت ايه في السؤال الثاني؟ السؤال الثاني طلع معايا ب 412، انا قعدت احسب فيه ساعه بحسب فيه لحد ما اتاكد طلع 412، انا واثق فيها 100%. طلعت معاك بايه بقى؟ 412 انا طلعت معايا طلعت حرب. ازاي طلعت حرب 412 وطلعت؟ هقول لك انا يا جاهل. على فكره انا هاخد نص الدرجه وانت هتاخد نص الدرجه. هتقول لي طبعا ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انا كتبت 412 وانت كتبت طلعت حرب. الاجابه الحقيقيه 412 شارع طلعت حرب. صلاه النبي، 412 شارع طلعت حرب. ايه العسل ده والله يا حبيبي؟ امتحان لوكيشن، بنمتحن امتحان لوكيشن. ولا انت غبي يالا؟ بقول لك انت عملت ايه في التعبير ده؟ 10 سطور يعني، انا بشد سطر بدوخ. عملت ايه؟ التعبير 10 سطور. قال كتبت في اول سطر ركب احمد الحصان. جميل. طب واخر سطر؟ نزل احمد من الحصان. عظيم. في النص بقى كتبت ايه؟ لا في النص دي خدت مني مجهود كبير. كتبت درجن 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 8 سطور. درجن 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 درجن. بص هو انا ماشي بمبدا تفاعلوا بالخير تجدوه، فانت تفاعل بالخير فاهم في النتيجه بتاعتك هتلاقي ان الدنيا معاك زي الفل. السؤال الاول من 5 هناخد 4 من 5، السؤال الثاني من 5 برضه هناخد 4 من 5، السؤال الثالث هناخد 5 من 5، السؤال الرابع هناخد 3 من 5، السؤال الاخير 5 من 5. يا عم احنا ناجحين يا عم ليه بتتعبني وشغل دماغي وذاكر؟ انت ناجحين يا عم، مش لازم تقلق وبطل خوف بقى وجب. انا على نفسي متفائل جدا، بس المشكله ان انا ما حلتش، مش عارف الحل اللي انا حليته ده صح ولا غلط. انا بحاول اقنع نفسي ان الدنيا تبقى تمام وبتاع وبدي نفسي درجات عاليه، بس انا مش واثق في الدرجات دي. بس هنجح. عارف ليه؟ عشان ابويا وامي بيدعوا لي، وده ابوك وامك بيدعوا لك ما تخافش من اي حاجه، خلي قلبك جامد. بص فوت الحديد كده ما تخافش من اي حاجه. لا انا بهبد وشكلي هسقط، والله شكلي هسقط. انا ما حلتش. ابويا هيشعلاني. ما حلتش. الورقه فاضيه. ما حلتش. ما ايه ده انت ماسك الورقه تن. حليت طول حوم، ما ادتناش حاجه. لا يالا فكك من الجو ده، يالا هتفوت من ايه السلكانك انت؟ ايه انت ما بتشبعش دايما؟ ما حليتش دايما ما عملتش. يالا انت كل سنه بتقول نفسك كام وتطلع الاول؟ يالا انا مش هراجع، محدش عارف بكره شايل ايه، اللي ربنا يكتبه لي اخش عادي. دخلت هندسه، دخلت طب، دخلت هندسه بترول، دخلت فاهم معمل علوم، دخلت فاهم اخري صبي سنكري سيارات. عادي اي حاجه ربنا كاتبها لي راضي بيها، اهم حاجه ان انت تبقى راضي. مش هراجع. لا تعالى راجع. قلت الله بيضا حلو عليا اول لما اتخرج، انت عارف لما اتخرج وانجح على جنب ببلاش. على فكره انا كدكتور هعمل الناس كويس، عمري ما هعمل حد وحش. الواد ده كان في لجنه ثانيه ولا ايه؟ دكتور هتغرر وهعمل الناس وحش، بس لا اطلاقا على فكره. مش عارف ابقى دكتور ايه بقى يعني، متردد بين حاجات كتير، مش عارف دكتور قلب ولا اشتغل فاهم في الكبد والقوانص والمجانس والحاجات دي، لسه فاهم بقرر يعني. احنا ما حليناش النص التاني من الامتحان، احنا حالين نصه يعني. انت مقفره قوي في حاجه نفسك والله.